بسم الله، السلام عليكم. انا سميتي طالب محمد، كنسكن في حي الرياض. شريت واحد قطعه ارضيه في عين شقاف الثلاثه عن واحد السيد، ثم تفاجات شريتها في 2000، ثم تفاجات في 2017 كنمشي كنسيبو علمها عاود لي فيها البيع. هاد القطعة أرضية واش فلاحية واش قطعة ديال البناء ثامن عفر؟ قطعة فلاحية. نعم. ومشيت عند القيادة ودرت التعرضات و يعني مشيت. القطعة واش ملك؟ لا، ودرت التعرضات ودخلت عند المسؤولين القيادة وعاودت لهم المشكل ديالي ديال الأرض، شاريها في 2000 ودابا كيعاود لي فيها البيع في 2017. وشكون اللي كيعاود فيها البيع سيدي؟ اللي باع لي كيعاود لي فيها البيع. يعني انه كيبيع هذه القطعه هذه، كتساهم منسب اللي كيبيع هذه القطعه هذه جوج خطرات. جوج خطرات. شحال خلصتي هذه القطعه سيدي؟ الثمن ديالها؟ الثمن ديالها خلصتها ب 4 الملايين. 40,000 درهم. ملي مشيت عند مسؤول القياده ديت كنعاود له المشكل ديالي ديال المشرى وديال فوقاش شريتها وفوقاش ترى مالي عليها، قال لي انا ماشي شغلي. ثم بعد اعتقني بعد انا ولدي مسؤول القياده في عين شقف. في عين شقف. نعم. اعتقني انا ولدي ساعتين د المكانه في التالي. وقتاش هادشي؟ في 2018 اعتقني. نعم. ساعتين د المكانه، ثم طلق الصراح ديالي، مشيت في حالي. ايوا، منين مشيت في حالي تفوجئت كيعطيهم الشواهد الاداريه مزورين. شنو كتعني بهذه الشواهد الاداريه؟ والشهاده السكنه بحال شنو؟ الشهاده الاداريه باش يبني ذاك القطعه ديال الارض. يعني بحال رخصه ديال البناء. رخصة البناء. يعني اي رخصة البناء. اي السيد اللي شرى من بعد المشرى ديالو، من بعد اللي شرى من بعد المشرى مورايا. نعم. انا كان مني كنكتشف شكون كيعطيوه الشهادة الإدارية والرخص ديال البناء، خصنا شكون مور هاد بعد هاد 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 التزوير هذا، وشكون هذا اللي كيسني لهم على هاد الشواهد الاداريه؟ هاد النواب التراب اللي كيسنيو على هاد الشواهد الاداريه شكون هما بعدا؟ انا ما فهمتش هاد الشيء كي داير. نعم سيدي. تقدمتي بشي شكايه للوكيل؟ شنو درتي؟ ومنين قال لي شكيت للسيد القايد الشكاية، قال لي انا ما عندي ما ندير لك سير المحكمة. توجهت للمحكمة لعند وكيل الملك. وقتاش مشيتي عند وكيل الملك؟ في 2017. نعم. من بعد انا تابع الاجراءات ديالي. يعني باقي القضية امام المحكمة؟ باقي القضية امام المحكمة. نعم سيدي. وعندك شي نداء ولا شي كلمة بغيت تقولها بغيت توجه؟ أنا كنوجه نداء لجلالة الملك يشوف من حالي أنا في هاد القطعة د الأرض اللي تكرفطوا لي عليها، وأنا حطيت فيها رزق ولادي، وهاد الناس هادو تكرفصوا عليا، باعوا لي رزقي،
وخصنا نشوفوا هاد المسؤولين اللي يشوفوا لنا هاد الناس هادو اللي هاد الناس هادو اللي كيتعاونوا مع هاد الناس مع هاد السيد هذا اللي كيعاود في البيع لعباد الله في رزقهم، وهادو اللي كيساعدهم هاد النواب وهاد اصحاب الاداره في الشواهد. احنا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا هاد الناس هادو شكون هما وراء هاد الناس هادو.